للجميع. متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقات هذا الصباح وأول أيام المحلي الثاني، نتابع وإياكم اندفاعات هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة وهذه الشعارات بانطلاقة هذا السن وشوطنا الثامن المخصص للحقائق القعدان، نتابع وإياكم اندفاعات هذه الأسماء وأول المراكز. نشاهد هناك الفهد لهجن أم الزبار وبقيادة الداب حمد بن محمد بن جرحب من حقق نقطة صباحية، هذا هو شعاره أيضا بهجن أم الزبار وبهذا الانطلاق والاندفاع. المركز الثاني، نتابع المركز الثاني الوصول من فذ لهجن أم الزبار وبقيادة أيضا حمد بن محمد بن جرحب. هناك أيضا قدوم آخر اللي قادم كفو لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني في هذه اللحظات. المركز الرابع، نتابع هناك القادم مقدام لهجن أم الزبار وبقيادة بن برقان محمد بن بخيت بن برقان في المتابعة. المركز الخامس، المركز الخامس رمح لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي. انت ايضا هنا في هذه اللحظات اندفاعات هذا الشوط والعودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة الى الفهد، الفهد لهجن ام الزبار وبقيادة حمد بن محمد بن جرحب من هنا يقدم لنا كل جديد ويتميز في هذه الفترة الصباحية باندفاعات هذه الاصايل وهذا الانطلاق مع هذه المؤسسة، مؤسسة هجن أم الزبار واندفاعة الفهد. الفهد على المركز الأول وعلى المقدمة، بينما هجن الغرافة بدأت تشكل خطر في هذا الانطلاق والاندفاع. نتابع هذه الأسماء المنطلقة، رمح قادم على المركز الثاني لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث، نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من ينطلق مدهال لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري من الجانب الأيمن. نتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من ينطلق الرويس لهجن أم الزبار وبقيادة سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. المركز الخامس طشار لهجن أم الزبار وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. أرى قدوم آخر من ساحل لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم الثاني وبتضمير خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. يا السلام باندفاعه في هذا الشوط وانطلاقه. نتابع هذه الأسماء وشوفوا الهجوم، شوفوا الهجوم القادم، شوفوا الأسماء المنطلقة، شوفوا الشعارات القادمة. يا السلام يا السلام، الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، والعودة إلى الفهد والرمح، رمح والفهد وقدوم من طشار، ولكن شوفوا اللي وصل، رمح قادم في هذه اللحظات. أسماء بدأت تغير من مركز إلى مركز. يا السلام، الفائز وصل، الفائز لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني بدأ يتسلل على المركز الثاني. المركز الثالث، شوفوا اللي وصل في هذه اللحظات مبعد لهجن أم الزبار وبقيادة علي بن سالم الصعاق. شوفوا اللي تسلل بدوره من الجانب الأيمن. يا السلام يا سلام، الله يا هذا الشوط، الله يا هذا التحدي. ولكن طشار على المقدمة، طشار على الصدارة مندفعا في هذا الشوط هنا بقيادة بن سلامة. لكن أرى اللي من الجانب الأيمن، مدهال أيضا وصل لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. يا سلام، شوفوا اللي قادم، شوفوا مبعد بدأ هنا في هذه اللحظات يصل على المركز الثاني لهجن أم الزبار علي بن سالم الصعاق. الأمتار الأخيرة ما بين هجن أم الزبار وبقيادة بن سلامة وبقيادة الصعاق. الأمتار الأخيرة، 300 متر الأخيرة، مدهال ومبعد. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. الله
في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، ولكن مدهال بقيادة بن سلامة من الجانب الأيمن لهجن أم الزبار، ولكن مبعد يحاول عند الأمتار الأخيرة، ولكن هنا مدهال تهانينا لهجن أم الزبار ولعبد الله بن علي بن سلامة من حقق مع مدهال هذا الشوط. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مبعد لهجن أم الزبار وبقيادة علي بن سالم الصعاق. المركز الثالث الفائز لهجن أم الزبار وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الرابع وصل هناك طشار لهجن أم الزبار وبقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الخامس مسكت لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. هذا الشوط ونتابع مدهال من سجل هذا الناموس وهذا الفوز المستحق عند الأمتار الأخيرة. التوقيت الزمني 4 دقائق 42 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار ولمن قاده إلى خط النهاية المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. المركز الثاني نتابع هنا مبعد من وصل 4 دقائق 42 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار ولعلي بن سالم بن متعب الصعاق على هذا الفوز في المركز الثاني. المركز الثالث وصل هنا الفائز وصل معنا على المركز الثالث 4 دقائق 45 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار والتهنئة موصولة لأيضا ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. تهانينا والناموس للجميع.